هاي حلوين، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة عايزة اقول لكم كده فيديو لذيذ جدا، اخدنا فيه جولة في السوبر ماركت نشوف ايه الحاجات الجديدة. انا بحب دايما انزل السوبر ماركت لو لقيت حاجات مستوردة، حاجات غريبة، حاجات جديدة، بحب قوي ان انا اجربهم. وكمان عملنا جولة كده لذيذة، وريتكم ايه الموجود في السوبر ماركت. وطبعا انا كان ناقصني حاجات في البيت فنزلت اجيبها. طبعا انا ما بجيبش حاجات كتير، انا بجيب الحاجات فعلا اللي ناقصاني مش عدد وخلاص. يعني ببقى قبل ما انزل بدخل المطبخ عندي بكتب ايه اللي ناقص، بشوف التلاجة كمان ايه اللي ناقص، وببقى نازلة عارفة وبشتري مثلا حاجتين تلاتة ماكسيموم اربعة لو لقيت حاجات جديدة او حاجات شكلها شدني او اوفر حلو. إيه، لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان القناة تكبر ونعمل فيديوز اكتر وتشجعوني. هبدأ معاكم بقى نشوف كده الجولة، وبعدين هندخل على الحاجات والمشتريات والحاجات اللي انا بفضلها اصلا في الطبيخ او في التنظيف. كتير قوي عشان الباك تو سكول، ومترو برضو كان عامل اوفرز، فانا جبت من الاتنين. بس يعتبر تقريبا اكتر الحاجات كانت جايه من زهران، فعايزه اوريكم كده في الاول. طبعا عشان بس المنظفات فهوريها لكم. دي بصوا اهم حاجه عندي، اهم حاجه عندي، يعني ممكن ما اجيبش حاجات تاكل يعني اكل او شرب او كده، لكن لازم المنظفات بتاعتي. انا بستخدم ده فيري، اكتر حاجة لقيتها حنينة على الايد، مش بيخلي الايد تقشر او يحصل فيها يعني اكزيما او حاجة كده. فدايما بيكون عندي واحد مفتوح وواحد مقفول او اتنين مقفولين، فانا عندي فعلا واحد مفتوح واحد كمان. هبدأ بس ابعدهم عشان الدنيا تروق كده. وطبعا داوني، انا دي الريحة الوحيدة اللي انا بحبها في داوني، مش عارفة ليه. وبحب اجيب المركز، بحس ان هو فعلا غطا واحد بيكفي معايا الغسيل. الحاجات دي برضو كان عليها اوفرز، يعني الداوني ده المفروض ان هو كان ب64 جنيه، وطبعا نزل بعد كده اوفرز تانية في العروض. بصوا يعني العلامات ان هو حاطط في الريسيت كده الحاجات اللي في الاوفرز، حاطط جنبها علامات، فحاطط ان الداوني ده كان قبل الاوفر ب64، مش كاتب ان هو بعد الاوفر بقى بكام. بس تقريبا هما بيخصموا بعد كده على طول، فده كان حلو. وجبت كمان جيركن كلور، بس دي الحاجات اللي هي بتبقى بالروايح، في بالورد وفي بالليمون. برضو ده كان في الاوفرز، وبصراحة بقى مفيش غنى عنه في التعقيم في الوقت ده. الكلوريكس كلور ده ب37.5. اوكي، وجبت الكبسولات بتاعة داوني دي، برضو كان نازل عليها اوفر، بدل 57 نزلة ب50 جنيه. دي 15 غسلة، وهي فيها الداوني وفيها كل حاجة، ومكتوب طبعا ان هي بتنظف وبتشيل البقع وبتعمل برايتنس، يعني اشراقة كده للالوان بتاعة الهدوم، يعني بتحافظ عليها. هجربها برضو معاكم كده واقول لكم رايي. انا كنت مجرباها من سنين، بس حسيت ان ممكن يكونوا يعني طوروا فيها، وما لقيتها بصراحه عاملين عليها اوفر، قلت اوكي. إيه ده، نوع اسمه ميلفا هاند ووش، لقيته كان نازل عليه اوفر اعتقد ب18 جنيه. كان ب28 نزل على كل، يعني كل واحده كانت ب28 نزل عليها خصم، بقت ب18 جنيه. فجبت 3 روايح. انا ما بحبش الصابون العادي، بستخدم دايما هاند ووش، بحس كده ان هو يعني اسهل وانضف. عارفين الحوار برضو ان الصابونه كده، فده بحسه بيبقى معقم اكتر. يعني
وجبت برضو اطباق الفويل دي. انا هقول لكم انا بحب اجيب الكيكات الجاهزة، فبجيب اطباق الفويل اعمل كيكة على طول تخلص اشيل ارمي، مفيش بقى صواني وتهدير كده. وجبت ورق فستاره قوي، تقريبا كان 25 جنيه حاجة كده. وورق الفويل اطباق الفويل دي الباكت برضو في الاوفرز ب10 جنيه، فيها 5 يعني نستخدم 5 ب10 جنيه، يعني تقريبا الطبق ب2 جنيه، فطبعا احسن ما اقعد اغسل صواني وبهدله. جبت كمان ده زيت، انا بجيب الانواع ده كده، ده للديب فرايد، ولو للطبيخ بجيب ازازه صغيره جدا كريستال اللي هي اللتر تقريبا، دي بتكفيني لان بحط زيت وسمنه قليل. وفي نفس الوقت برضو بتاعت القلية دي بقى ممكن تقعد معايا 2 3 شهر، لان بستخدم الاير فراير في اغلب التحمير عندي، لو بطاطس ناجتس كده كله في الاير فراير. نزل جبت كمان كلوركس، ده كان ب20 جنيه، بقى ب17، ده الخمسة في واحد، فجبته برضو انضف بيه البيت. وجبت ده كمان للملابس زي الفانيش باودر، بس من ماركة كلوركس، ومكتوب ان هو 2 و1 فري، فهجربه برضو معاكم كده واقول لكم رأيي فيه ايه. وطبعا مسحوق غسالة الهدوم، انا بحب اريال، ولو مش اريال ممكن مثلا يعني شهر اريال شهر اوكسي كده. ده باللافندر، ده برضو كان نازل عليه اوفر، عايزة اقول لكم بكام. نازل عليه، هو كان ب78، نزل 14 جنيه. اوكي، ده معطر برضو تقريبا كان في حدود 10 او 12 جنيه بجوز الهند، فقلت هجربه. ازازة خل صغيرة كده للمطبخ. وكل الكيكات بتاعت دريم هم كانوا برضو عاملين عليها اوفرز، كلها تقريبا ب15 جنيه. انا بحب قوي اجيب الكيكات دي، بحس كده ان بسرعة لو حد قال لي جاي لك ضيف، او حد مثلا جاي او نفسي في حاجة حلوة بسرعة، ما اقعدش بقى ادور على كل مكونات الكيكة، يا دوب بيض ولبن، بيض ولبن ونضرب كده. فانا جايبة يعني تقريبا كل الاطعمة بتاعتها. وكمان جبت المولتن كيك بتاعتها دي، انا مجربتهاش ولا مرة، هنجربها برضو مع بعض. وكاتبين هي فيها كمان القوالب بتاعتها، دول كلهم تقريبا ب15 جنيه الواحدة، كلهم دي عروض اللي هي عودة المدارس. يعني المولتن كيك تقريبا هي اللي اغلاهم، كانت ب33 بس نازل عليها ديسكاونت، والباقي كله ب15 جنيه. جبت كمان الميكس الكوكيز بتاع M&M وكابري، فبرضو هنجربهم كده. بصوا متحمسه لهم جدا، طبعا دول غاليين فعايزه اشوف يستاهلوا ولا لا. وجبت مكرونات كده اللي كانت ناقصاني، لسان عصفور، مكرونه صغنونه دي نعملها مكان بتشيز او عادي في البيت يعني، وكيس دقيق. يعني بصوا انا ما حبيتش ان انا اجيب حاجات كتير، انا بحب اجيب حاجاتي تقعد مثلا معايا، اللي هيكمل الشهر اوكي، ال15 يوم اوكي، وارجع اجيب تاني. بس ما بحبش ان انزل 4 اكياس دقيق، 10 اكياس مكرونه، مش عارف، بحس ان ده اوفر شويه، لان ممكن ما نستخدمهمش. وفي نفس الوقت يعني صعب لو حد طبعا دخله ثابت، لكن لو حد مثلا بيبقى شهر فيه دخل ازيد فاوكي هاتوا الحاجات وشيلوها، لكن لو حد دخله ثابت تقريبا هو بيبقى عارف ايه اللي ناقص بس في البيت ينزل يجيبه، فده كفايه. انا كمان جبت كيس بهارات صغير جدا للحمه، بحب ان انا اجيب بهارات كده جزء صغير بجزء صغير عشان طعمها ما يغيرش، ده بتاع باب الشام. وشرايح بصل بتاعت امتنان دي برضو مش غاليه، تقريبا في حدود 17 18 جنيه او يمكن 20، يعني في الرينج ده.
ودايما بحب لو لقيت اي اختراع اجيبه. فده نسكافيه جولد موجود وبالكوبايات بتاعته، فهفتحه بقى وافركه كده هيطلع ايه. يعني بصراحة انا شفته، بصوا هنا ان الكوبايات، واحنا نفضي ونعمل نسكافيه سريع كده لطيف. الناس اللي ما بتحبش تشرب مية او طعم المية بيضايقها، عايزة اقول لكم المية دي موجودة في مترو، وكانت موجودة من قبل يعني السنتين كده اللي الاستيراد اتقفل فيهم ورجعت تاني. اللي ما بيعرفش يشرب مية بجد دي هتفيده قوي، دي طعم تفاح، ده خوخ وفراولة. هي طبعا غالية شوية لكن احسن من ما نشربش مية خالص يعني. فانا جايبة دول عشان يبقى فيهم أطعمة نغير كده مية. كمان لاكتيل لقيته منزل زبادي اليوناني وجرانولا، وبصوا في معلقة فوق لطيف قوي، فجبته برضو نجربه يعني. شوفوا اتنين حاجات كده بسيطة يعني. وبرضو مترو كان منزل جرانولا بارز بالجوز الهند اللوز، فجبناه. واللبن انا بستخدم دايما المراعي وخالي الدسم، فبجيب منه بقى شوية لان للقهوة للشاي الطبيخ، حتى بطبخ بيه الكيك، كل حاجة بشتغل باللبن ده مش بغيره، فجبته. وجبت برضو مناديل زينة، انا دايما بجيب اللي هي بابيا، فقلت المرة دي اجرب زينة، فحتى ما كترتش جبت صغيرين. ولقيت ان بابيا منزلة اوفرز ان احنا نشتري 4 باكت، يعني هما كده دول 3، فهنشتري 4 بناخد 2 هدية تقريبا. الباكت ده ب60 جنيه، فجبت منه 2 لان انا بستخدم المناديل دي طبعا كتير في كل اوضة في العربية، فبحس ان انا بستهلكهم بسرعة، فجبت 2 باكتس منهم. جبت بقى حاجات دلع كده يعني، ماسك جرنيه ده اللي تحت العين ده ب38 جنيه، العشق كده، شوية شوكولاتات، حاجات سناكس. لقيت ده برضو شيبسي مستورد، حسيت كده ان هو شكله يعني شبه الناتشوز شوية فقلت نجربه. وعديت بقى على وعديت على بعوف برضو كان عامل اوفرز، عايزة اقولكوا في 10% على كل حاجة عنده. انا جبت معمول بحبه مع شاي مع قهوة، الاتنين باكتس دول ب50 تقريبا، ده بالقرفة وده عجوة سادة. وجبت كمان عنده ده اول مرة اجربه، مش عارفة حلو ولا لا، سكر ستيفيا، هي فيها 50 ظرف، وهو قال لي ان الظرف معلقتين سكر صغيرين وب60 جنيه، فقلت هجربه برضو. انا ستيفيا ده بستخدمه في الحلويات يعني، مش بعمل بيه المشروبات، انا بعمل مشروبات بالدروبس عشان بحس ان انا بعرف اتحكم اكتر، عايزه معلقه، معلقه ونص، معلقتين. واحلى حاجه في ستيفيا ان هو مفيش افتر تيست، فبحس ان طعم الحاجه ما بيتغيرش عن السكر بتاع الدايت العادي، بيبقى فيه كده عارفين طعم في الاخر بيبوظ الشاي، بيبوظ القهوه، وبعض الحلويات كمان بحس ان هو مش كويس فيها. فاستيفيا نبات طبيعي. وكان عامل على البيكنج صودا اوفر ان احنا نشتري 2 ناخد 1، الواحد ب25 يعني 2 ب50، واخدنا واحد ب25. بس دي كده المشتريات اللي انا جبتها، الحاجات اللي كانت ناقصة في البيت. طبعا انا ما جبتش لسه اللحوم او الفراخ او كده، وبرضو جبت شوية خضار بس حطيتهم في الفريزر على طول، بجيب مثلا سبانخ، ملوخية، بامية، الكيس تكون موجودة في الفريزر جاهزة، اي وقت كنت مزنوقة بشد كده على طول من الفريزر وبعمل الاكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.